بسم الله الرحمن الرحيم. بانتهاء حلقات دورة المونتاج المقدمة من موقع جنزوري توب ميكس ببرنامج كوريل فيديو ستوديو، لم تنتهي رحلتنا مع المونتاج والمؤثرات والخدع، وتعتبر دورة المونتاج هي أساسيات. يعني 18 حلقة اللي تقدموا هم أساسيات لازم لمن يريد أن يحترف هذا المجال أو لمن يريد أن يتعامل في هذا المجال، أن يكون عنده خبرة بالأساسيات دي. وعشان كده إن شاء الله هنستكمل يعتبر برضو في مجال المونتاج حلقات منفصلة ممكن نتناول فيها برامج أخرى غير برنامج كورال فيديو ستوديو، ولكن هنظل شوية مع برنامج كورال فيديو ستوديو في بعض الحلقات. حلقة النهاردة عن كيفية تركيب فلتر هوليوود اف اكس جولد، والفلتر ده بيضيف مؤثرات لبرنامج كوريل فيديو ستوديو من حيث المؤثرات اللي بتكون ما بين المقاطع. لفهم الكلام ده لازم يكون المشاهد تابع دورة المونتاج او عنده خبرة بالمونتاج، وهسيبكم مع بعض اللقطات من حلقة مصر الأسطورة تبين ما هو فلتر هوليوود اف اكس جولد وتأثيره في عرض مقاطع الفيديو والكليبات. يشهد لهم العالم بحاله مهما فاتت السنين. بعد سنين من احتلال الاحتلال ومن حرب الحرب، بدأت البلد تاخد مجرى جديد على ايد الرئيس مبارك. ممكن المصريين يصبروا على اهدار مالهم ويدبروا حالهم، بس صعب تهين كرامتهم او يتبلطج عليهم حد مهما كانت صلاحيته. غضب وتمرد لعدم احترام الانسانيه واهدار كرامه شعب حر. اصل من الغباء الاستهان بصمت الاحرار، لان مهما طال الوقت كان لازم الحرب النفسيه تنتهي، يا اما بانتصار الصمت والقهر، يا إما بانتصار الحرية والكرامة اللي بتجري بالفطرة في الدم. 25/1/2011، تاريخ حسم الحرب النفسية بثورة الغضب. مش حق من بلد الحضارة ولا رماد ولا نيل. زي ما شفنا تأثير فلتر هوليوود اف اكس جولد وازاي ادى تقسيم من حيث المقاطع وبين بعضها، بيعمل زي مجسمات، يعني ممكن تخلي الشاشة تبقى عبارة عن دايرة او تعمل شكل معين لتنتقل للمقطع اللي بعد كده او اللقطة او المشهد اللي بعد المشهد اللي كان بيعرض. والمؤثرات دي كلها مش بتبقى موجودة إلا من خلال برنامج هوليوود اف اكس جولد، وهو موجود من ضمن برامج دورة المونتاج على موقع جنزوري توب ميكس، وبيكون نازل في ملف مضغوط محمي، يعني لا يمكن فك الضغط ده إلا ببرنامج جنزوري توب ميكس أونلاين. كالتالي بنشغل برنامج جنزوري توب ميكس أونلاين، برنامج جنزوري توب ميكس اونلاين بيتم تحميله من موقع جنزوري توب ميكس من قسم البرامج او الموضوع الخاص ببرامج دورة المونتاج. في الحلقة الاولى كان شكله متغير، ولكن ده الفيرجن اخر فيرجن ليه، فيرجن 3. بنضغط على فك ضغط ملفات برامج الموقع وبندوس هنا اختار ملف، اي الملف اللي احنا عايزين نفك الضغط بتاعه، وبعد كده بنختار الملف اللي احنا نزلناه من الموقع من على القرص الصلب وبنضغط اوبن. بنختار من هنا مكان الفك، يعني يتفك الملف المضغوط فين، بنختار المكان على القرص الصلب وبعد كده بنضغط اوكي. وانا هشيل العلامة دي لان المجلد انا فاتحه فعلا،
اللي هو فتح مجلد بعد الفك واضغط ابدأ الفك. تم فك الملف بنجاح. هي دي نسخة الـ UFX Gold 4 كورال فيديو ستوديو، مدمج فيها الكيجن والسيريال. أول حاجة بنضغط على تنصيب فلتر هيليود اف اكس. طبعا يرجى اتباع الخطوات دي بدقة، لأن برنامج هيليود اف اكس بينزل أصلا مش كامل، والعلامة اللي قدامنا بتاعت الشركة المنتجة لما مش بيتسجل بتبقى موجودة في اللقطات اللي بتاخد تأثير الفلتر، يعني بتبقى زي علامة مائية مطبوعة. فبعد تنصيب البرنامج بيتم تركيب السيريال زي ما هشرح دلوقتي. بنضغط نيكست وبنسيب الاختيار بتاع مجلد التنصيب زي ما هو ونضغط نيكست. بنختار اللغة، هي نسيبها انجلش، وبعدين نضغط اوكي وتبدأ عملية تركيب البرنامج. دلوقتي جت مرحلة ادخال سيريال نمبر، وياريت نركز جدا في الخطوات دي. السيريال نمبر مرفق هنا، بنعمل له كوبي ويتم ادخاله في النافذة اللي ظهرت دلوقتي، ونضغط اوكي. احنا دلوقتي في طبعا مرحلة تسجيل البرنامج بحيث انه يبقى شغال معانا على طول بدون العلامة المائية اللي بتظهر في النسخ التجريبية. نلاحظ ان ظهرت قدامنا صفحة فيها السيريال نمبر اللي احنا دخلناه وفيها ماشين اي دي، وهنا جه دور الكيجن بنضغط عليه. نلاحظ ان هنا مكتوب السيريال والماشين اي دي وكي كود، ده اللي احنا عايزينه او اللي هيتولد. فهناخد اول حاجة السيريال اللي هو ده اللي احنا دخلناه في الاول خالص، نعمل له كوبي وهنا نحطه هنا تحت السيريال. وبعد كده بناخد الماشين اي دي اللي هو ظهر لنا، نعمل له كوبي ونضعه هنا في الماشين اي دي، والنتيجة ان هيظهر لنا كي كود، وده المطلوب عشان يكمل تسجيل البرنامج. بنعمل له كوبي ونيجي هنا عند انتر يور كي كود ونضغط عليه، بعد كده نلزقه هنا ونضغط اوكي. وبكده يكون تم تسجيل برنامج فلتر هليود اف اكس، ويشتغل معانا بدون اي مشاكل وبدون العلامة المائية. كده تم تثبيت البرنامج هليود اف اكس جولد. بعد كده بنيجي عند باتش كورال فيديو ستوديو، والباتش ده اللي بيربط هوليود اف اكس جولد ببرنامج كورال فيديو ستوديو 12. يعني من غير ما نركب الباتش ده البرنامج بتاع كورال فيديو ستوديو مش هيشوف ان الفلتر ده موجود على الجهاز او مثبت على الجهاز. فعشان كده مهم جدا يبقى برنامج كورال فيديو ستوديو موجود اصلا، يعني تم تنصيبه. لان لو جيت اركب الباتش ده من غير ما اسطب برنامج كورال فيديو ستوديو فطبعا مش هيتم التركيب. فبعد تثبيت كورال فيديو ستوديو 12 بضغط على الباتش. بكده يكون تم تركيب فلتر هوليود بنجاح. نجرب ونشوف في برنامج كورال فيديو ستوديو. بنختار مشهدين مختلفين عن بعض، ولو مثلا لو هناخد لقطة من الكليب ده بنسحبه ونضعه في شريط العمل الخاص بالفيديو، مقاطع الفيديو، وبنحدد نقطة معينة، وبعد كده بنضغط على المقص
أو القطع، وهحذف الجزء ده وهجيب كليب تاني خالص، هسحبه برضو في منطقة العمل الخاصة بالفيديو، وباجي عند مشهد معين، وبعد كده بعمل قطع واحذف الزيادات باني بعلم على الزيادات واضغط ديليت. لو عملنا بلاي وشغلنا هنلاقي ان المشهد الاول من كليب طلع البدر علينا شغال عادي خالص، وبعد كده فجأة دخل على المشهد بتاع كليب التاني. ازاي نركب فلتر هليود اف اكس جولد من خلال الضغط على القائمة، وبنختار ترانزيشن، وبعد كده بنلاقي ان هوليود اف اكس تم اضافتها. لو الباتش ما تركبش وحتى برنامج هوليود اف اكس موجود على الجهاز، طبعا مش بيتم اضافته لهذه القائمة. بسحب الفلتر وبضعه ما بين المشهدين واحرر الماوس. بكده يكون تم تركيب الفلتر ما بين المشهدين، ولكن اذا عملنا تشغيل هنلاقي ان الكليب بيبقى شغال وفجأة تظهر الصورة بتاعت هوليود اف اكس جولد، وبعد كده يتعرض المشهد التاني، وده لاننا ما عملناش اي تأثير للفلتر. فبنضغط عليه بتظهر لنا هنا كاستومايز، بنضغط عليها بيتم تشغيل برنامج هوليود اف اكس جولد الخاص بالفلتر، ويبقى قدامنا تأثيرات كتير جدا ممكن نختار منها واحدة ليتم التأثير ما بين المشهدين. يعني مثلا لو اخترنا النمط ده ودوسنا بلاي، هنلاقي التأثير هيكون كالتالي. طبعا في العديد من الأنماط، يعني أنماط كتيرة جدا. لو مثلا اخترنا ده هيبقى الشكل كده، ممكن من خلال هذه القائمة نجيب تأثيرات أخرى بأنظمة تانية. يعني لو مثلا نيوز، اخترنا نظام نيوز واخترنا مثلا هذا التأثير، بيكون كالتالي. في طبعا العديد من الأنظمة، وكل نظام أو كل فئة بيبقى ليها التأثيرات الخاصة بيها. يعني فيديو أند فيلم مثلا، لو اخترنا شكل كاميرا الفيديو ودوسنا بلاي، هنلاقي إن المشهد الأول بيبقى جوه كاميرا فيديو، وبعد كده بيظهر المشهد التاني بالشكل ده. لكن نلاحظ حاجة، إن أثناء العرض نلاحظ إن بيبقى مكتوب في الخلفية دي اللي هي ورا الكاميرا رقم 3 ومكتوب هوليود اف اكس. هل ممكن نغير الخلفية دي بصورة أخرى؟ يعني مثلا نعمل أي صورة مثلا للكليب اللي احنا بنعمله أو الصور بتاعتنا، ممكن طبعا الكلام ده، وده إن شاء الله اللي هنتناوله في الحلقة اللي جاية، وهي إزاي نضيف التعديلات في فلتر هوليود اف اكس جولد. بعد ما بنختار التأثير بنضغط اوكي، وبكده اذا عملنا تشغيل هنلاقي ان الصورة بتاعت هوليود جولد اف اكس اختفت، والتأثير اللي اخترناه هو اللي بيعرض. تابعوا معانا في موقع جنزوري توب ميكس في دورة المونتاج الحلقات القادمة ان شاء الله. شكرا على المشاهدة.